بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند، حلقة نهاية الأسبوع، وبالتأكيد قدر الإمكان نحاول نشوف كل الكواليس وكل المعلومات والأخبار، وهنهتم أكتر كمان ببعض التفاصيل اللي موجودة من خلال صفحات السوشيال ميديا، والحديث بالتأكيد على استعدادات الأهلي لانطلاقة مبارياته في دوري أبطال إفريقيا، اللقاء يوم السبت القادم أمام الحرس الوطني في ذهاب الدور التمهيدي الثاني في مدينة نيامي عاصمة النيجر. إن شاء الله بإذن الله تكون انطلاقة قوية، ولما لا بإذن الله يكون لقب جديد، خاصة أنه هيحمل رقم قياسي، ثلاث ألقاب قارية في ثلاث سنوات متتالية، لم ينجح أي فريق إفريقي من قبل أن حقق هذا الرقم. أيضا كمان هنلقي الضوء على آخر الترتيبات المتعلقة بانطلاق الدوري العام، خاصة بعد المؤتمر الصحفي بالأمس لرابطة الأندية المصرية، واللي أعلنت بعض التفاصيل الخاصة يعني انطلاقة المسابقة الدوري وحضور الجمهور وبعض التفاصيل الأخرى خلال الفترة القادمة ورائحة المسابقات وبعض التفاصيل المتعلقة بانطلاق الدوري العام يوم 25 أكتوبر. وأيضا كمان هنتكلم على الجديد في منتخبنا الوطني وآخر المستجدات من خلال بعض المواقع الإخبارية وصفحات السوشيال ميديا. لكن نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم وسؤال حلقة النهاردة. عايز أعرف كل واحد تابع وقائع المؤتمر الصحفي بالأمس لرابطة الأندية المحترفة، عايز أعرف رأيكم في قرار حضور 2000 مشجع في مباريات الدوري خلال الموسم المقبل. شاركوا معنا من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، وفي الفقرة الأخيرة هنستعرض أكبر قدر من الآراء، وعايز أعرف رأيكم في القرار، وكمان لو حد عنده حلول إزاي يكون في دخول الجماهير وإزاي يكون في ترتيبات وإجراءات لدخول الجماهير. كل واحد ممكن يشارك ويقول لنا رأيه في هذا الموضوع. لكن نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي، الفريق يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الحرس الوطني. كمان في ترند الأهلي، بعثة الأهلي تغادر غدا للنيجر. وفي الترند المحلي، مليون جنيه وخصم 6 نقاط عقوبة اقتحام الجماهير للملعب. دي عناوين حلقة النهاردة، وبالتأكيد لائحة المسابقات يبدو أن فيها تفاصيل كثيرة جدا خلال الموسم المقبل. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونستعرض أهم البنود اللي هتكون موجودة في لائحة العقوبات في مسابقات الموسم القادم، والموسم إن شاء الله هينطلق يوم 25 أكتوبر. أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الترند. النهاردة هنركز أكتر على موضوع لائحة المسابقات ولائحة العقوبات اللي هتطبق خلال الموسم القادم، في ظل ان امبارح خلاص ابتدى بقى الشغل الفعلي لمساله انطلاق الموسم الجديد، اجراء مراسم القرعه، الحديث عن حضور الجماهير، تصوير المباريات، الكواليتي اللي هتطلع بيه صوره المباريات في الفتره الجايه، تقنيه الاتش دي، كل دي تفاصيل مهمه جدا، فلازم نكون موجودين في الحدث عشان برضو نعرف كل مشاهدينا ومتابعينا ايه اللي بيحصل خلال الفتره اللي جايه لغايه لما تنطلق المسابقه. من خلال متابعتنا للسوشيال ميديا والمواقع والصفحات الرياضيه خلال الساعات الاخيره، يمكن أكتر من موقع ابتدى يبرز بعض بنود لائحة المسابقات التي لم تنشر بشكل رسمي ولم ترسل بشكل رسمي للأندية حتى هذه اللحظة، لكن لما يتم إرسالها بشكل رسمي خلاص هيبقى كل نادي عارف إيه اللي ليه وإيه اللي عليه وإيه الحقوق وإيه الواجبات. لكن بما أننا بنتابع السوشيال ميديا نشوف النهاردة بعض البنود اللي كان موجود على بعض المواقع. مثلا المادة رقم 98 في اللائحة بيتكلموا على إذا ثبت اعتراف الحكم خلال 48 ساعة من نهاية المباراة وقوع خطأ منه في تطبيق قانون كرة القدم، تلغى نتيجة هذه المباراة بقرار من إدارة المسابقات وتعاد. طبعا اللائحة هنا ما وضحتش نوعية الأخطاء اللي ممكن يقع فيها الحكم مما تتسبب في إعادة المباريات، وما إذا كانت الأخطاء ممكن تكون فنية ولا تقديرية ولا إدارية ولا حتى خطأ أنه هو طلع يتكلم في وسائل الإعلام دون إذن مسبق من لجنة الحكام، لأن ممكن حكم يطلع يتكلم في نقطة فنية ويقولوا أنا غلطت في قرار أو في ركلة جزاء، فهل قراره أو ظهوره في الإعلام ده هنا هيبقى فيه مساحة أن المباراة تتلغي وتعاد؟ هي الجزئية دي والبند ده في المادة دي مش موضحة، لكن الجزء الواضح قوي قال لك إيه؟ تلغى نتيجتها بقرار من إدارة المسابقات، يعني لازم يصدر قرار من إدارة المسابقات، مش بند واضح وبناء عليه تلغى النتيجه دايركت، لا لازم قرار من اداره المسابقات. في مسميات كده في اللوائح والقوانين لازم نركز فيها عشان نعرف الفرق لما بتيجي تطبق هذه اللائحه. البند الثاني او النقطه الثانيه بيقولوا من الاجزاء المقترحه
ان في حاله اقتحام الجماهير لارض الملعب، بما ان خلاص الفتره الجايه يكون في حضور جماهيري 1000 مشجع لكل فريق والمباراه يكون فيها 2000 مشجع، بيقول لك لو حاله اقتحام جماهير لارض الملعب في اللقاء المقام بحضور جماهيري 1,000,000 جنيه وخصم 6 نقاط، 1,000,000 جنيه وخصم 6 نقاط. لكن برضو الجزئيه مش واضحه، هل هتبقى على الفريق صاحب الملعب اللي المفروض هو اللي بينظم المباراه، ولا جمهور الفريق الضيف اللي ممكن يكون اقتحم المباراه؟ ونقطه تانية، نفترض المباراه دي بدون جمهور وفي جمهور اقتحم، هل هيبقى في القرار ايه؟ لان انا بيقول لك في اللقاء المقام بحضور جماهيري مش في اللقاء بشكل عام، برضو في تفاصيل لازم اللائحه تحددها عشان نشوف الفتره الجايه هيحصل ايه بالظبط. البند الثالث بيقولوا يحق لكل فريق اجراء 5 تبديلات في كل مباراه، على ان تتاح لكل فريق 3 فرص لاجراء التبديلات هو الخمسه، ولا تحتسب او ولا تحتسب اي تبديلات تجرى بين شوطي اللقاء من الفرص الـ3. ده عارفينه متبع، ومن اول ما الفيفا اقرت ده بسبب جائحه كورونا عارفين التفاصيل دي في كل المباريات. لكن الجزء بقى اللي جاي ده مهم جدا، ايا كانت العقود ما بين الانديه مع بعضها في مساله اللعيبه المعاره. لائحه المسابقات بتقول يحق للاعب المعار ان يشارك او ان يشارك مع ناديه المعار اليه ضد ناديه الاصلي المعار منه، ولا يجب الاتفاق على ما يخالف ذلك. يعني نادي سين ونادي صاد، نادي سين اعار لاعب لنادي صاد وكتب في بند الاعاره ان اللاعب ما يشاركش قدامي في المباراه ضدي، لا هنا كده البند ده هيكون مخالف للائحه، فبالتالي لا، اي لاعب معار يلعب ضد ناديه الاصلي مفيش اي مشكله وهتبقى مشاركته سليمه طبقا للائحه. طيب الجزء اللي جاي كمان بند رقم 5 او في الترتيب، يعني تستقل حالات الانذارات والطرد التي توقع في مسابقات الدوري العام كمسابقه منفصله عن بطولات كأس مصر والسوبر، وتعتبر كل مسابقة مستقلة بذاتها إلا في حالات العقوبة أو العقوبات الانضباطية. يعني لعيب مثلا، نفترض الأهلي كان بيلعب آخر مباراة كانت مباراة مثلا إمبي في كأس مصر، في لعيب مثلا في الأهلي خد 3 إنذارات، هل تبقى للائحة يغيب عن أول مباراة في الدوري أمام الإسماعيلي؟ لا، يلعب مباراة الإسماعيلي، ولكن مباراة بيراميدز في الكأس اللاعب هنا بيغيب وما ينفعش يلعب مباراة بيراميدز في كأس مصر، وبالتالي هيكون في فصل بين الإنذارات والطرد. ولكن إذا كانت لجنة الانضباط خدت قرار انضباطي ضد أي لاعب أو جهاز أو مدير فني أو مدرب أو أي شخص إداري في الجهاز، العقوبة الانضباطية تسري على جميع المسابقات المحلية سواء دوري أو كأس أو كأس السوبر. كمان من ضمن البنود بيقول لك إذا قرر نادي الانسحاب من المسابقة تطبق عليه غرامة مالية طبقا لما تراه رابطة الأندية، مش إدارة المسابقات، رابطة الأندية اللي هتاخد القرار طبقا لما تتراه، بالإضافة لاعتباره مهزوما بهدفين في المباراة التي انسحب منها ويتم خصم 3 نقاط منه. وإذا انسحب فريق من الدور الأول تعتبر كل مبارياته في هذا الدور كأنها لم تلعب، لكن إذا انسحب من الدور الثاني تبقى نتائجه كما هي في الدور الأول وتلغى في الدور الثاني. طيب ايضا بند اخر من ضمن بنود اللائحه توضيح اذا تم التساوي الفرق في النقاط في نهايه المسابقه. بيقولوا اذا تم التساوي في النقاط بين فريقين يتنافسان على بطوله الدوري، وقتها يتم اللجوء الى المواجهات المباشره ثم الى فارق الاهداف، يعني الاهداف اللي ليه واللي عليه بيطرحوها من بعض ويشوف فرق الاهداف قد ايه في المواجهات المباشره، تمام، ولا يحتسب الهدف بهدفين خارج الارض. وفي حالة تساوهما في كل هذا يتم الاحتكام إلى عدد الأهداف التي دخلت مرمى كل فريق، وإذا تساوي أيضا يتم اللجوء إلى مباراة فاصلة. إذا هنا اللائحة بتقول المواجهات المباشرة، وطبعا ده هنا الاتحاد الإفريقي أيضا بيطبق نفس الأمر، تبقى المواجهات المباشرة عكس لائحة تصفيات كأس العالم بتبقى فارق الأهداف. طيب الجزء اللي جاي ده مهم جدا، لأن الناس هتحاول يعني إيه تفهمه، يعني أنا حاولت أقرأ كذا مرة عشان أفهمه، لأن الشكل العام مش عارف هل هيبقى منطقي ولا مش منطقي. انا اتمنى يكون في مبدا الجدارة الرياضيه، لكن البند اللي قدامي ما بيقولش كده، بيقول حاجه تانية عكس كده. في حال عدم استكمال المسابقه لاي ظرف او لاي امور اخرى، فان حدث الالغاء بعد حسم بطل المسابقه او الهابطين يتم اعتماد نتيجه المسابقه كما هي، بمعنى ان مثلا وصلنا للاسبوع الـ30 ولا قدر الله اي ظروف قهره او اي امور طارئه اجبرتك على الغاء الموسم، فبالتالي او عدم استكمال الموسم، يعني لان كمان فكره الالغاء دي انت لغيت النتائج، لكن عدم استكمال الموسم هنا انت بتعتمد لو في بطل متحدد وهابطين خلاص انت بتعتمدهم حتى لو لسه في 4 أسابيع لسه في المسابقه، خلاص. طيب اما في حاله الالغاء دون حسم البطل او الهابطين،
يتم اعتماد ترتيب المسابقة بعد إيقافها في حال تساوي المباريات الملعوبة بين كل الفرق. يعني مثلا وصلنا للأسبوع الـ30 وكل الفرق لعبت زي بعضها، هنا بيتم اعتماد ترتيب المسابقة، والأول هو هيكون بطل الدوري، والتاني هو الوصيف وبيلعب دوري أبطال، والتالت والرابع بيلعبوا كونفدرالية، وآخر ثلاث مراكز بينزلوا للدرجة الأدنى. ده لو وصلوا مثلا للأسبوع الـ29 أو الـ30 أو الـ25 ومتساويين مع بعض وحصل ظرف ما، فالمسابقة مش هتكمل أو هيتم إلغائها. طيب في حالة عدم التساوي إيه اللي هيحصل؟ بيقول لك بقى إيه؟ يتم العودة لآخر ترتيب كانت الفرق متساوية فيه في عدد المباريات الملعوبة، ويتم اعتماده لتحديد البطل والمشاركين قاريا والهابطين، ولن يتم احتساب الأسبوع المنقوص أو الجولة غير الكاملة بمعنى صح في الترتيب النهائي في تلك الحالة. يعني عشان أبسطها لكم شوية، فرقة مثلا وصلت للعبة 29 مباراة، تمام؟ وفي فرقة تانية بتلعب في البطولات الإفريقية وصلت ل 25 مباراة، فبالتالي هنا عندك في فرق 4 مباريات، والفرق مش لعبة زي بعضها، وأسابيع الدوري مش ماشية بنفس النسق متتالية. طيب هتعمل هنا إيه؟ يقول لك لا، لو أنا بلعب في الأسبوع الـ30 والفرق متساوية لغاية الأسبوع الـ24 أرجع للأسبوع الـ24، يعني الأسبوع الـ24 يتلعب بالكامل، ده آخر أسبوع يتلعب بالكامل، أرجع للأسبوع الـ24. يبقى الـ25 والـ26 والـ27 والـ28 والـ29 والـ30 مثلا اتلعب فيه مباراة لسه ما كملوش مثلا، لا ما اعتمدش الأسابيع ديت، أرجع لآخر أسبوع الفرق كلها لعبت زي بعض، الأسبوع ده اتلعب بالكامل، عندي نتائج كل مباراة الأسبوع الـ24. هنا بقى أبدأ أحسب مين متصدر الدوري بعد نتائج الأسبوع الـ24. طبعا مسألة يعني وقتها ممكن تبقى فيها مشاكل، عشان كده أنا كنت أتمنى يكون فيها جدارة رياضية. وبشكل عام أنا أتمنى الدوري كله طبعا يتلعب 34 أسبوع، والفرق كلها تبقى في عدالة في إقامة المباريات في توقيت واحد وفي أماكن محددة، وتكون الشروط ملزمة للجميع والكل يلتزم بيها، عشان نشوف مسابقة عادلة وفي نفس الوقت مسابقة تطبق فيها المعايير الاحترافية، لأن كل ده كمان بيساعد على علو قيمة المنتج، منتج الدوري المصري. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونشوف بقى إزاي الأهلي بيستعد لرحلة النيجر ومباراة الحرس الوطني يوم السبت القادم. اهلا بحضراتكم من جديد، وفقره ترند الاهلي والمحتوى الموجود عبر السوشيال ميديا، وازاي الاهلي بيستعد بالتاكيد لمباراه دوري ابطال افريقيا. نبدا مع بعض بالحساب الرسمي للاهرام على تويتر، بيتكلموا على ان طبعا سيد عبد الحفيظ رئيسا لبعثه الفريق في النيجر، وان الكابتن سيد هيكون هو رئيس البعثه في مباراه الحرس الوطني. بيتكلموا كمان في جزئيه مهمه جدا، ان السفر باذن الله هيكون بكره، المباراه يوم السبت الساعه 5:30. لكن في حاجات كتير جدا تحس ان هي متشابهه في هذا الموضوع. يعني كابتن سيد علينا كرئيس البعثه في مباراه بطل النيجر العام الماضي، حكم دانيال لاري الحكم الغاني هو اللي هيدير المباراه وكان ادار العام الماضي، اليو جانج نتمنى بقى هو اللي يحرز الهدف، يكون ايضا الاهلي متقدم ويعود من النيجر بهدف مقابل لا شيء، فباذن الله تكون بدايه موفقه في دوري ابطال افريقيا. نروح كمان للصفحة الرسمية لليوم السابع على الفيسبوك، وبيتكلموا على محمد الشناوي. الشناوي يربك حسابات الأهلي بعد تأكد غيابه عن 5 مباريات محلية وإفريقية. أنا امبارح اتكلمت على موضوع إصابة الشناوي وكان عندي قلق، لكن طبعا كنت مستني أعرف نتيجة الأشعة، والأشعة للأسف طبعا أثبتت إن في مزق، وللأسف مدة الغياب ممكن تزيد عن حوالي شهر أو شهر ونصف، لكن بإذن الله 5 أسابيع يعني. فنتمنى بإذن الله إن الشناوي يعود سريعا خلال الفترة القادمة. بالمناسبة في جزئية الشناوي، هو لعيب أصيب مع المنتخب زي ما حصل مع مروان محسن قبل كده، وحصل مع حمدي فتحي، الأهلي بالتأكيد بيتم تعويضه ماديا بسبب إصابة أي من اللاعبين في أي مباراة رسمية مع المنتخب الوطني، لكن نتمنى إن شاء الله الفترة القادمة إن الشناوي يعود سريع، لأن فترة الغياب هتمنعه من المشاركة في مباريات إفريقية ومباريات محلية في الدوري، وأيضا كمان ممكن أجندة نوفمبر بالنسبة لمنتخبنا الوطني. طيب بوابة أخبار اليوم من خلال حسابها الرسمي على تويتر، بيتكلموا على تحرك عاجل في الأهلي بعد إصابة الشناوي. العنوان ممكن يشدك يقول لك هو الأهلي بيفكر في صفقة حارس مرمى، لكن تفاصيل الخبر بتقول حاجة تانية. تفاصيل الخبر بتتكلم على فكرة إن بيتسو موسيماني اجتمع بعلي لطفي ومصطفى شبير من أجل يعني تجهيزهم نفسيا لحراسة مرمى الأهلي خلال الفترة القادمة بسبب إصابة الشناوي. بعض العناوين ممكن تكون فيها إثارة شوية عشان
القرايه والمشاهده والترافيك واللايكات والشير زي ما انتم عارفين طبعا عصر السوشيال ميديا. طيب صفحه الوطن الرياضي، الوطن الرياضي سبورت، من خلال حسابها والاكونت الرسمي على تويتر بيتكلموا على ان موسيماني يحدد بديل محمد الشناوي في تشكيل الاهلي امام بطل النيجر. نفس الامر بيتكلموا على ان علي لطفي هو اللي هيحرس مرمى الاهلي في مباراه الحرس الوطني يوم السبت القادم. نروح بقى كمان للصفحه الرسميه ليلا كوره على الفيسبوك، تصريح للاستاذ عامر حسين بيقول قمه الزمالك والاهلي ستكون احد يومي 4 او 5 نوفمبر وقبل التوقف الدولي ومباراتي المنتخب المصري ضد انجولا والجابون. طيب هو بيتكلم على الفتره القادمه، ممكن المباراه تتلعب امتى؟ نحسب مع بعض 26/10 او 16/10 و23/10، دول مرحلتين دور ال 32 في دوري ابطال افريقيا الذهاب والاياب. هترجع بعد مباراه 23، المباراه تتلعب الاياب هنا في القاهره، هتاخد اربع ايام، تبدا الدوري يوم 26 او 27/10 مع الاسماعيلي، ثم 31/10 مباراه البنك الاهلي، واحد يومي 4 او 5 نوفمبر زي ما قال الاستاذ عامر حسين مباراه الزمالك، ثم هيكون في توقف عشان الاجنده الدوليه من 8 ل 16 نوفمبر مباراتي انجولا والجابون، انجولا في الواندا والختام مع الجابون في مصر يوم 16 نوفمبر. بعد ذلك عندك بالتاكيد امكانيه تلعب مباراتين في الدوري العام 20 نوفمبر و25 نوفمبر، ثم بعد ذلك الاجنده الدوليه او استعدادات منتخبنا للمشاركه في كاس فيفا للعرب في الدوحه من 30 نوفمبر ل 18 ديسمبر، ثم تعود بعدها امكانيه تلعب اسبوعين او ثلاثه يعني 21/12 او 25/12، وبعد كده المنتخب يستعد لكاس الامم من 26/12 الى 9 فبراير. بمعنى ادق انت من 25 اكتوبر لغايه 9 فبراير بحد ادنى 7 مباريات، بحد اقصى ممكن تكون لعبت 9 مباريات في الدوري بالكامل، وبالتالي الدور الاول اعتقد هينتهي في شهر مايو، ثم تستكمل المسابقه في شهر 7 وشهر 8 بشكل مضغوط جدا كما اعلن الاستاذ عامر حسين. دي خارطه الدوري زي ما قلت لكم كده ابتداء من 25/10 لغايه 9 فبراير. طيب حسين الشحات من خلال حسابه الرسمي كتب وهو بيتبادل بالتاكيد صوره التيشيرت مع ايهاب امين نجم كره السله رجال، شحات نجم كرة القدم في الأهلي وإيهاب أمين نجم النادي الأهلي في كرة السلة. حسين كتب إيه؟ نتبادل الحب ويجمعنا تيشرت الأهلي تحت راية واحدة، راية الانتصار وحب الكيان، عاش الأهلي في كل اللعبات. طيب بمناسبة كمان كل اللعبات، واحنا بنتكلم على الباسكت وبنتكلم على الكورة نتكلم كمان على الطايرة، مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قرر تكريم الفريق الاول للكره الطايره اللي حقق العديد بالانجازات سواء على الصعيد المحلي او القاري، ومرشح ايضا بارقام قياسيه للدخول في موسوعه تجينس خلال الفتره القادمه. ياتي هذا التكريم في اطار دعم مجلس الاداره للفرق الرياضيه بالنادي وتحفيزها على تحقيق المزيد من الانتصارات والبطولات مع انطلاقه الموسم الجديد. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل مستمرين معاكم في باقي فقرات برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد، وبالتاكيد محتاجين نطمن على الفرقه، خلاص بنتكلم في ظرف 48 ساعه وعندنا مباراه مهمه جدا في بدايه المشوار الافريقي في النيجر مع فريق الحرس الوطني، لذلك اذهب مباشره الى مقر النادي الاهلي بالجزيره وتحديدا بالقرب من ملعب مختار التتش بالجزيره مع الزميل العزيز محمد توفيق مراسل قناه الاهلي واللي كان النهارده حاضر التدريب بشكل مباشر، ونعرف منه اخر اخبار التدريب وانضمام الدوليين خلال الفتره القادمه وتوقيت السفر وبرنامج الفريق حتى السفر إلى النيجر. مساء الخير يا محمد. مساء الخير الزميل العزيز محمد سعيد، تحياتي ليك ولكل مشاهدي ومتابعي الترند في كل مكان. طيب عايز أعرف بقى منك كل التفاصيل دي، تدريب النهاردة، الدوليين انتظموا ولا واخدين راحة، السفر إمتى بكرة، برنامج الفريق قبل السفر. نتكلم من البدايه خالص يا محمد عشان تعرفوا كل مشاهدينا يشوفوا ايه اللي حصل النهارده في يوم الفريق. يمكن فريق الراحه بالامس استعاد تدريباته او استأنف تدريباته النهارده. يمكن اول حاجه كانت في اليوم النهارده هي المسحه الطبيه اللي عملتها البعثه المسافره بشكل كامل لدوله النيجر ان شاء الله غدا، المسحه الطبيه اتعملت للفريق كله والبعثه المسافره. بعد كده يمكن مستر موسيماني فضل اللاعبين يخوضوا حصه تدريبيه في الجيم قبل النزول للملعب. في التوقيت دوت كان في ارض الملعب بيخوض الحراس الثلاثة المسافرين ان شاء الله تدريبهم مع مدرب الحراس، وكان عمرو السوليه وعلي معلول اللي فضل الجهاز الفني راحتهم التدريبات النهارده واكتفوا بالجري حول الملعب. كمان بعد المسحه الطبيه الفريق نزل على طول لارض الملعب، يمكن تدريبات النهارده كلها تدريبات فنيه بالكره، ما فيش اي يعني احمال في ارض الملعب، اكتفوا بس بالاحمال اللي الفرقه حصلت عليها داخل الجيم.
يمكن كل الدوليين زي ده كان سؤالك، كل الدوليين عادوا خلاص، سواء اللاعبين المصريين اللي كانوا مع المنتخب في ليبيا او اللاعبات الدوليه اللي كانت مع المنتخبات الافريقيه المختلفه، باستثناء بدر بانون اللي ان شاء الله النهارده هيرجع في طياره الساعه 8 مساء مباشرة من دولة المغرب الشقيقة. الأجواء أكثر من رائعة، يمكن الفريق كله بيتدرب بشكل رائع الحمد لله باستثناء محمد الشناوي، حالة الفريق أكثر من رائعة، كل اللاعبين في حالة بدنية وفنية كويسة جدا. طبعا أنت عارف إن الفريق إن شاء الله هيسافر بكرة، منقوص من عدد كبير جدا من الصفقات الجديدة طبعا نظرا لظروف القدر أنت اتكلمت فيها مرارا وتكرارا ما بين الموسمين، واللي النادي الأهلي دائما كان بيشتكي منها، وفعلا أكثر حد هيتأثر بها النادي الأهلي، إن المسافرين الأهلي هيسافر يعني من غير معظم الصفقات الجديدة اللي أبرمها في بداية الموسم، هيكتفي بس فقط باللاعبين اللي تم قيدهم وبقوا مع الفريق ولم يغادروا في نهاية الموسم الماضي. إن شاء الله يمكن برنامج الفريق بكرة هيبقى التجمع الساعة 10 صباحا، التدريب 11، بعد كده الفريق يمكن هيتناول وجبة الغداء هنا في النادي وهيغادروا لمطار القاهرة في تمام الواحدة والنصف ظهرا، يمكن الطيارة إن شاء الله هتطلع من مطار القاهرة الدولي غدا إن شاء الله في الرابعة مساء، تاخد 5 ساعات تقريبا لحد ما توصل دولة النيجر، هتوصل 9 مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية، 8 مساء بتوقيت النيجر. كان دي معظم الأجواء اللي كانت هنا النهاردة والأخبار، واتكلمنا مع الجهاز الفني أن طبعا الإعداد هناك في دولة النيجر بالتنسيق مع السفارة تم بشكل أكثر من رائع، وكل العقبات يعني إن شاء الله يتم تذليلها وتكون إقامة. كمان كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي كان حريص النهاردة أنه يكون متواجد في التدريب الأخير للفريق، أو بكرة إن شاء الله يعني إن شاء الله بكرة لسعادته اختتم، ولكن كابتن محمود الخطيب كان حريص أنه يكون موجود النهاردة في تدريب الفريق لمؤازرة الفريق بإذن الله قبل السفر للنيجر. هل حضور الكابتن محمود الخطيب سبقوا اجتماعات مع الجهاز الفني مع اللاعبين بالنسبة للمرحلة القادمة، ولا الكابتن اجتمع زي ما قدام على الشاشة بس اتكلم مع الكابتن سيد ودكتور أحمد أبو عبلة للإطمئنان على حال الفريق قبل السفر إلى النيجر؟ بالفعل محمد زي ما الصورة نقلة ليك، يعني كابتن باسل الخطيب اكتفى باجتماع مع كابتن سيد حفيظ وكمان مع الدكتور أحمد أبو عبلة للإطمئنان على حال الفريق بشكل عام، وكمان كابتن سمير عدلي المدير الاداري للفريق للاطمئنان على بعض الترتيبات. وطبعا يمكن كمان الجدير بالذكر ان البعثه مسافره، هيبقى رئيس البعثه هو كابتن سالم حفيظ، هو القائم باعمال رئيس البعثه، لكن ما فيش اي حد هيكون برفقه البعثه مجلس اداره، هو كابتن سالم حفيظ هيكون القائم باعمال رئيس البعثه، فبالتالي اكيد في يعني استعدادات كتير وترتيبات كتير كابتن محمود الخطيب كان حريص مع كابتن سيد على الكلام فيها والمناقشه فيها قبل السفر غدا ان شاء الله. طبعا يعني دعواتنا ودعوات كل جماهير النادي الاهلي ان تكون ضربه بدايه قويه امام الحرس الوطني بطل النيجر، وتكون ان شاء الله بدايه موفقه وخطوه كبيره ان شاء الله نحو اللقب ال11 في تاريخ النادي الاهلي والنجمه ال11، وكمان يعني يكون انجاز تاريخي سطره هذا الجيل بقى يكون حامل اللقب لمده 3 نسخ متتاليه، اعتقد ده بقى انجاز محمد لم يسبق لحد انه يحققه، وحاجه هتحسب للجيل ده كله بشكل كامل، وهيبقى انجاز متفرد ما حدش سبقه في النادي الاهلي فيه سواء داخل مصر او على مستوى القاره بشكل عام. طيب جزئيتين يا محمد عايز اسالهم ليك ونختم بيهم هذه الفقرة، عايز أعرف في الجهاز الفني هل حدد عدد اللاعبين اللي هيسافروا معاه بكرة إن شاء الله من خلال رحلة خاصة إلى النيجر، عدد اللاعبين اللي هيسافروا؟ والجزئية الثانية، هل الجهاز الفني كان ليه استراتيجية معينة خلال الفترة الأخيرة إنه ما يلعبش مباريات ودية بسبب نقص حاد في صفوف الفريق، ولا الجهاز الفني كانت رؤيته إيه في هذا الموضوع؟ النقطة الأولى محمد، هو الجهاز الفني هيصطحب بكرة إن شاء الله معاه كل اللاعبين المقيدين في القائمه الافريقيه والباقين في الفريق. طبعا انت عارف ان طبعا لظروف القيد وتاخر اتحاد الكوره في قيد وعدم السماح للانديه بمد فتره القيد او انهاء الموسم او يعني تعديل القوائم، يمكن انت بالذات في برنامج الترند اتكلمت في الموضوع ده مرارا وتكرارا، طبعا الفريق منقوص من عدد كبير جدا، يعني في لعيبه كان النادي الاهلي مجبر انه يقيدهم وطبعا تركوا الفريق وسافروا، ولكن كل اللاعبين الباقين اللي مقيدين في القائمه الافريقيه هيسافروا، يمكن كمان في عدد كبير من الناشئين هيسافر، المقيدين بالقائمه الافريقيه جميعهم هيكونوا في رفقه الجهاز الفني، وان شاء الله يستعين يعني النهارده حتى في التدريبات، يعني مش عاوزين نتكلم في فنياته بالاسماء تحديدا، لكن النهارده كان في اعتماد كبير جدا في التدريبات على مجموعه الناشئين الموجودين والمقيدين بالقائمه الافريقيه، ان كل القائمه الافريقيه اللعيبه اللي هتكون ما فيش اصابات باذن الله اللي هتكون باقيه في صفوف الفريق كلهم مسافرين برفقه الجهاز الفني. النقطه الثانيه نقطه المباريات الوديه، يمكن المباريات الوديه طبعا الهدف منها محمد انت عارف طبعا ان الانسجام التدريب على خطه اللعب ببناء هجمات او جمل معينه خلال الماتشات، فزي ما انت شايف معظم فترات اللي فاتت الفريق مش مكتمل في غيابات سواء اللاعبين المشاركين مع يمكن منتخب مصر عمل
يعني معسكر طويل النادي الاهلي. طبعا دور الوطني ده ما حدش يقدر يتكلم فيه، ومساندته المنتخبات الوطنيه، يمكن اللاعبين قعدوا فتره كبيره جدا مع المنتخب الوطني. كمان عندك مجموعه كبيره جدا من المحترفين، محترفينا بسم الله ما شاء الله كلهم لاعبين يعني اساسيين في منتخبات بلادهم. فلو جيت دورت هتلعب مباراه وديه او حاجه، هتلاقي العدد اصلا لعب مباراه وديه وبعد كده هتستعين بيه في مباراة رسميه هيبقى قليل جدا. ففي الحاله دي هتبقى فقدت المباراه الوديه الهدف الاساسي منها، وهو انسجام اللاعبين وانك تبني خطه واستراتيجيه تقدر تكمل عليها في المباريات الرسميه. لا يبقى طبعا غير ان احنا نتمنى التوفيق ان شاء الله، وتكون يا رب اول سفريه زي سفريه البطوله اللي فاتت تبقى النيجر، وتبقى ضربه البدايه ان شاء الله للنجمه ال11 تبقى من النيجر، وان شاء الله النادي الاهلي موافق دايما يا محمد. هي كل الظروف متشابهه يا محمد بالمباراه العام الماضي امام سناديب، لا يتوقع فقط سوى احراز ديانج، يعني نفس الحكم على نفس الملعب نفس رئيس البعثه. نتمنى بقى طبعا بيتسو موسيماني ان شاء الله يكون موجود مع البعثه، يمكن غاب المره اللي فاتت بسبب الكورونا، لكن هدف ديانج بقى يكمل الصوره عشان نبقى راجعين واحنا متقدمين بهدف مقابل لا شيء باذن الله. زميل عزيز محمد توفيق مراسل قناه الاهلي، انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والايضاحات، واطمنا بشكل مهم جدا على عوده الدوليين، وشفنا الدوليين موجودين في التدريب، لويس ميكيسوني ايضا كمان علي معلول، بدر بنون هيعود النهارده ان شاء الله زي ما قال محمد توفيق، ان شاء الله كل العناصر تكون مكتمله الفتره القادمه. لكن طبعا هنفتقد الصفقات الجديده في مباراتي دوري ابطال افريقيا بسبب ظروف القيد الافريقي، لكن كلنا ثقه في رجال النادي الاهلي ان هم هيرجعوا ان شاء الله بنتيجه ايجابيه، والدفاع عن الاميره الافريقيه اللقب المحبب لكل جماهير النادي الاهلي. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل مستمرين معاكم ونشوف مع بعض اخر الجديد واخر التطورات معانا في باقي فقرات برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند المحلي، ونشوف الجديد بقى في الامور المحليه ومنتخبنا الوطني واصداء الفوز على ليبيا بثلاثه اهداف مقابل لا شيء في التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم. نبدا ترند المحلي بحساب كارلوس كيروش المدير الفني البرتغالي لمنتخبنا الوطني على تويتر، كتب تغريده النهارده بخصوص فوز مصر وقال كلام منطقي ومتزن جدا، وانا عجبني في شخصيه كارلوس كيروش ان هو راجل متزن وعارف طبيعه كل مرحله. قال ايه؟ قال الفريق لعب بكفاءة وشخصية، كان من الجيد الاستمتاع ببداية جيدة، لكن البداية الجيدة وحدها لا تكفي، الأمر كله يدور حول إنهاء التصفيات بنجاح، هناك ثمن يجب دفعه وهو الالتزام الكامل والتضحيات من أجل الفريق حتى النهاية. ده اللي أنا بتكلم عليه من امبارح من بعد ما مصر كسبت ليبيا، إن المكسب كويس، صدارة المجموعة مهمة، الدوافع الإيجابية والحالة المعنوية مهمة جدا، ولكن انت لسه محققتش حاجة، انت بتلعب مع منتخبات تصنيفها في افريقيا متراجع قوي وترتيبها متأخر، فبالتالي تحكم على الاداء وعلى الامكانيات وعلى شكل الجهاز لما تبقى بقى كسبان المغرب او كسبان الجزائر او عامل مباريات مع فرق التصنيف الاول، وبالتالي انت لسه في بداية مرحلة مش في وسط المرحلة ولا في نهايتها ولسه محققتش اي حاجة. وده اللي بيقوله كارلوس كيروش، ودي الرسالة بالمناسبة اللي قالها للعيبة وباقي افراد الجهاز بعد المباراة، لانك اجتمع بعد ما وصل للقاهرة بالأمس، عمل اجتماع لمدة 8 ساعات مع كل أفراد الجهاز الفني، رغم أن خلاص الأجندة الدولية والمباراة انتهت، لكن كان حريص أن الجهاز يقعد يشتغل عشان يحضر للفترة اللي جاية. طيب نشوف كمان معنا إيه في الترند المحلي وتصريحات للأستاذ عامر حسين، تصريحات مهمة جدا خلال الساعات الأخيرة خاصة بعد إجراء القرعة بالأمس. الموقع سبورت 360 مصرية من خلال حسابها الرسمي على تويتر نشر تصريحاته بخصوص كأس الرابطة. الحاج عامر حسين عضو الرابطه والمشرف على اداره المسابقات قال سنخوض كاس الرابطه خلال فتره التوقف الدولي التي سيجتمع فيها منتخب مصر لخوض نهائيات كاس امم افريقيا اللي هتتنظم في الكاميرون في الفتره من 9 يناير الى 6 فبراير من العام المقبل. كاس الرابطه اجباري وهتتلعب في فتره التوقف، التوقف هيكون من 26 ديسمبر حتى 9/2 او حتى نهايه مشوار منتخبنا اللي هو نتمنى ان شاء الله يكون 9 فبراير في ياوندي ودوالا اللي بالتاكيد اهم مدينتين هيستضيفوا كاس الامم الافريقيه خلال الفتره القادمه. كاس الرابطه هيكون فيها مجموعات وفي الاخر هيكون فيه اوائل وافضل ثواني ويلعبوا مرحله السيمي فاينال والمباراه النهائيه. حساب يلا كوره وحسابها الرسمي من خلال تويتر بيتكلموا في تصريحات للكابتن عماد متعب، عنوان اتمنى تحقيق شيئا كنت اتمناه وانا لاعب. انا عارف من قبل ما ادخل في تفاصيل التصريح متعب كان بيتمنى ايه وهو بيلعب وبيتمنى يشوف ده بعد ما يبطل او بعد ما بطل، مش عارف، اتمنى نشوف ده الفتره الجايه، دوري كامل العدد، مباريات حضور جماهيري كامل، تصوير على اعلى مستوى، مش بتكلم في 4 اتش دي او فول اتش دي، لا ده انا عايز اتكلم على ال 4 كي وال 8 كي الفتره القادمه في تصوير في انحاء العالم، الدنيا اختلفت خالص، للاسف احنا اتاخرنا كتير. متعب قال اتمنى ان احقق شيئا كنت اتمناه وانا لاعب كره
أن يكون للاعب الأوقات الراحة، لديه جمهور موجود في الملعب وغيرها. لا يعود الدوري المصري كما كان، ولا يوجد أحد طمعا في شيء أو الحصول على اللقطة. دخلنا لنضيف ونحقق شيء وهو تحدي. بيتكلم عن دوره كعضو في الرابطة، والجزء الأهم اللي قال فيه بتعب تصريحات مهمة، قال إن اللاعب لازم ياخد وقت للراحة والاستشفاء. والجزئية الثانية قال لك إحنا مش داخلين عشان ناخد لقطة. دي نقطتين مهمين جدا في تصريح متعب، وأنا أثق تمام الثقة في عماد متعب من خلال عمله داخل رابطة الأندية، لأنه عايز ينجح وعنده خبرات بالتأكيد كلاعب كرة، وعارف الدوري وعارف الأندية محتاجة إيه خلال الفترة الجاية، والأهم كمان اللاعبين محتاجين إيه الفترة اللي جاية. حساب 360 سبورت مصرية على تويتر تصريح للكابتن عصام عبد الفتاح، هو ممكن تصريح يثير الجدل ولكنه تصريح متأخر، لأن الكلام ده أنا بشوفه بيتطبق في الدوري التونسي وفي الدوري الجزائري، بل بالعكس أنا شفت مباراة للترجي والإفريقي والترجي والصفاقسي بيديروا حكمة، حكمة كرة قدم عنصر نسائي بيدير المباريات، لكن في مصر مش عارف، مش الفكرة إن هي حكمة ولا حكم، الفكرة إن الأداء التحكيمي الفترة الأخيرة فيه مشاكل كبيرة جدا. فهل من الممكن، أو زي ما قال الكابتن عصام عبد الفتاح، من الوارد إسناد مباراة الأهلي والزمالك لحكمة؟ لما لا؟ قال التحكيم النسائي سيحصل أو سيحصل على فرص إدارة مباريات في الدوري، ومن الوارد إسناد مباريات الأهلي والزمالك لحكمة، لما لا؟ لدينا حكمة مساعدة مرشحة لكأس العالم، ولدينا حكمة مستواها يؤهلها، مستواها يؤهلها ومرشحة لكأس العالم، لكن هل الظروف تسمح بوجود حكمة في مباراة قمة؟ الأول نطمئن على مستوى التحكيم كرجال في مباراة القمة رغم إدارة محمود البنا المتميزة، لكن محتاجين نشوف عناصر أخرى عشان نطمن على التحكيم، ثم بعد ذلك الخطوة الثانية مش عايزين نعمل انتصار إعلامي، لكن على أرض الواقع إحنا بعيدين جدا في هذه الجزئية يا كابتن عصام، وإنت عارف كويس قوي. طيب الحاجة الأخيرة معايا من خلال حسابي اليوم السابع على تويتر، بيتكلموا على محمد صلاح. محمد صلاح يغادر مطار القاهرة متجها إلى لندن استعدادا طبعا لخوض مباريات مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الفترة اللي جاية. عنده مباراة يوم السبت المقبل أمام واتفورد في الجولة الثامنة، وليفربول حاليا في المركز الثاني في ترتيب فرق البريمير ليج برصيد 15 نقطة بفارق نقطة عن المتصدر تشيلسي الإنجليزي. طيب نروح بقى كمان لمشاركة الجمهور على السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة، على رأيكم في مشاركة أو حضور 2000 مشجع في المباريات خلال الفترة القادمة. محمد سليمان بيقول قرار موفق جدا، أتمنى يكمل على كده أو يكمل على كده أو العدد يزيد، وده مهم جدا للأندية الجماهيرية. هي بداية موفقة، لكن لما نشوف بقى على أرض الواقع هتتطبق إزاي. فادي محمد بيقول أحلى قرار، هتكون بداية كويسة وعايزين احترام عشان العدد يزيد والتوفيق في الفترة القادمة، وتحياتي ليك. تحياتي ليك يا فادي. مهم جدا على فكرة الالتزام الفترة الجاية عشان يبقى فيه قبول إن الأعداد ممكن تزيد من خلال السلطات المختصة. يوسف محمد بيقول كبداية مقبولة، المهم إننا ما نقفش عندها أو نلغيها الفترة الجاية، ونحاول نعمل خطة رجوع تدريجي للجمهور، وعلى نهاية الموسم يبقى فيه رجوع بشكل كامل للجمهور. ده جزء على فكرة ممكن خطة أنت تفكر فيها إزاي عايز تبدأ تدخل جمهور لغاية لما توصل لنهاية الدوري وتكون عندك عدد معين في حضور الجماهير. طيب نشوف كمان رأي آخر. أحمد سالم بيقول قرار جريء، وأتمنى التزام الجماهير عشان نشوف عودته بشكل أكبر. عجبني إن الجمهور نفسه عارف إن الالتزام هيسمح بالاستمرار في تنفيذ هذا القرار. محمد السيد بيقول قرار ممتاز، فعودة الجماهير ستكون قوة كبيرة لكل الأندية المصرية. على المستوى الشخصي هتفرق كتير قوي 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 مع النادي الأهلي عودة الجماهير، وطالما الجمهور عاد إن شاء الله الفترة الجاية هنشوف مباريات كمان على أعلى مستوى. الجمهور رجع في التصفيات الإفريقية، وجنوب أفريقيا اللي عندها حالات كورونا كتير كان امبارح في جمهور في مباراتها مع أثيوبيا في تصفيات كأس العالم. بالتوفيق يا رب في الفترة الجاية، والدوري المصري يستحق كل التقدير وكل الاحترام والشغل عشان نشوف مسابقة على أعلى مستوى. بالتأكيد ده بشكركم في الختام على حسن المتابعة والمشاهدة، وبإذن الله نلتقي على خير الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.